مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، أقامت أخوية أم المعونة الدائمة في كنيسة مار يوسف في بلدة جوار العفص معرضاً ميلادياً تحت عنوان ميلادك ضوّدني، وذلك بمشاركة عدد من السيدات والشابات في قرى وادي النضارة. وأهمية النشاطات أنه تجمع عدة ضياع مع بعضها في مكان واحد، وبيبين يعني أعمال كل ضيعة، وكذلك الأمر الحضور أعمال يجوا من هالضيع، فهذه مناسبة أولا تعبر عن الفرح، وتعبر كذلك الأمر عن إمكانية، لأنه كل واحد يعرض إمكانياته وفنونه. مشاركة من كل الستات، في ستات من برات الضيعة ومن جوا الضيعة، من الأخوية وبرات الأخوية، بيفرجوا أشغالهم، يعني المرأة بتكون عم بتبرز أنشطة سوق صغير بدنا نعتبره. السنة كان عندنا تقريبا 30 طاولة مشاركة بالمعرض، مختلفة منوعة كثير، فيها تشكيلة من الأصناف. تضمن المعرض مشغولات يدوية وخشبية وإكسسوارات ومأكولات بيتية وحلوى مستوحاة من زينة الميلاد، فضلا عن منتجات من إبداع أنامل أطفال مركز نور الوادي لذوي الإعاقة، ولاقى المعرض إقبالا جيدا من الأهالي. ودائما شغل الاولاد ومشاركتهم بمعرض هو من ضمن المنهجيه تبعيتنا، اللي هي مشان نخليهم دمج بالمجتمع ويبين قدراته اللي هي موجوده عندهم. دائما نحن بنفكر انه الطفل اللي عنده اعاقه انه هو بس نحن نطلع على اعاقته، لا، هو انسان كامل، وهو هذا في عنده طاقه من جوا كثير كثير قويه وقدره قويه كثير بالتصميم والاراده، واذا ساعدناه بيطلع منه. بقى حبينا نحن نفرجيكم شغلهم ونفرجيكم انه هن جبارين. ولدنا تحت ضوء القمر كغيرنا من اولاد البشر، نحمل اعاقتنا انه قدر، وفي قلبنا حبا لكل البشر. هاي طاوله الكريسماس، بشتغل انا طواسي بالبيت، كل شغلي انه بالبيت، بشتغل شيء هلا للكريسماس، شيء للكوكيز، شيء بالشوكولا، مثل بابا نويل، شجرة الميلاد، النجمة، منوع وفيها عدة شغلات، والله يبارك بالجميع وبالإيد العاملة، وفي لأنه هناك طاولة للمعوقين كتير كمان فيها شغلات حلوة، وحلو الواحد يشارك ويشعر بأخوه الإنسان. وعملنا جولة هون بالمعرض وكان كل شيء كتير حلو، وكان في غراض للميلاد وزينة وحلو. يهدف هذا المعرض إلى دعم المشاريع الصغيرة لربات المنازل وتسويق منتجاتهم، فضلاً عن مشاركة الأطفال بأجواء الأعياد. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بلدة جوار العفص بريف حمص الغربي.